أخي المواطن، أختي المواطنة، الله يجازيكم بخير. إطار الحماية اللي كتوفر الدولة للمواطن الصفريوي بصفة خاصة والمواطن المغربي بصفة عامة، اتخذت السلطات المحلية والإقليمية بمدينة صفرو القرار التالي: يمنع منعا كليا الذهاب من وإلى مدينة فاس إلا للضرورة القصوى، حماية لكم وحماية لوطننا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره. كنطلبوا منكم باش تلتزموا بالقرارات ديال السلطات المحلية والإقليمية، وكنطلبوا من جميع التجار كنقولوا لهم يلتزموا بالوقت، والناس اللي نحقهم باش يحلوا المتاجر ديالهم هم كالتالي: بائع المواد الغذائية، بائع الخضر، المخبزات، بائع اللحوم البيضاء، الصيدليات. لهذا التزموا معنا بالوقت، حماية لكم وحماية المواطن. وكنطلبوا بجميع سكان مدينة صفرو غير يمشيوا يتقداو، يحاولوا ما يديروش ازدحام. هذاك الازدحام راه غادي يقدر يسبب لنا في شي كارثه. نطلبوا الله السلامه وصافي. لهذا التزموا معنا وعاونونا، عاونوا السلطات، عاونوا القائد، عاونوا السلطه، عاونوا رجل الامن، عاونوا رجل القوات المساعده، عاونوا الدراكي، عاونوا القوات المسلحه الملكيه، عاونوا الطبيب، عاونوا الجميع. الكل سهر على الحمايه ديالكم، الكل سهر باش يبقى المغرب ديالنا باذن الله بخير وعلى خير، وندوزوا هذه المرحله باذن الله بخير وعلى خير. ونتمنى من الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء حتى يكون المغرب في احسن الاحوال بخير وعلى خير تحت قيادتي الرشيده لجلاله الملك محمد السادس، نصره الله وايده. كنطلبوا من جميع المواطنين اللي عنده السيارات او الدراجات الناريه، الله يجازيكم بخير، التزموا قانون الطوارئ الصحيه. راكم بحالكم بحال ديك الناس اللي غاديين على رجليهم، الكل سواسيه امام القانون، الكل سواسيه. الله يجازيك بخير، غتمشي بسيارتك سير تقدا ورجع لدارك، مول الدراجه الناريه سير قضي غراضك ورجع لدارك، ما تبقاش كتساراو بالطوموبيلات في المدينه. راكم بحالكم بحال ديك المواطن اللي غادي على رجليه، القانون كيتطبق على الجميع. التزموا معنا الله يجازيكم بخير، التزموا. وكنبلغوا الشكر الجزيل من السلطات المحليه والاقليميه لسكان مدينه صفرو، الشباب ديالها، الشيوخ ديالها، الاطفال، الرجال، النساء، الجميع المواطنين. وكنشكروا جميع الناس من مدونين وصحفيين اللي كيعاونوا السلطات المحليه والاقليميه في هذا الوقت العصيب باش ندوزوا هذه المرحله بخير وعلى خير. وشكرا لجميع. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.